حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام. Мы так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. أصدقاء المستمعين، تحية طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام. نبقى في أجواء الاحتفالات لمناسبة يوم الانتصار على الفاشية، ونتوقف في حلقتنا اليوم عند الندوة السياسية التي نظمتها جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي في لبنان. أما في فقرتنا الفنية وبناء على طلب أصدقاء البرنامج غير الناطقين بالروسية، نتعرف إلى الأغنيتين اللتين رافقتا الإعلان عن البرنامج عبر أثير صوت الشعب خلال السنوات الثلاث الماضية، واللتان تعتبران من أغنيات المناسبة. لكن قبل ذلك نتوقف عند الاحتفالية التي نظمها المركز الثقافي الروسي في بيروت لمناسبة عيد النصر. Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. لمناسبة الذكرى 69 ليوم الانتصار العظيم على الفاشية، نظم المركز الثقافي الروسي في بيروت كونشيرتو احتفالي على خشبة مسرحه بحضور سفير روسيا الاتحادية ألكسندر زاسبكن وحشد من المواطنين الروس في لبنان وأصدقائهم من مختلف الأعمار ومن جميع المناطق اللبنانية، إلى جانب دبلوماسيين من السفارة الروسية ومتخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي وأولادهم. في الكونشيرتو حيا نائب رئيس ممثلية منظمة التعاون الروسية في لبنان سفيتاسلاف سيمن الحضور، وأشار إلى أن المواطنين ليس في روسيا ودول الاتحاد السوفيتي فحسب يقدرون الأهمية الكبرى للتضحيات التي دفعتها بلادنا نيابة عن العالم في دحر النازية والفاشية، ولفت إلى أن عددا من الطلاب اللبنانيين في المركز الثقافي الروسي عبروا عن أهمية النصر للبنان عبر كتاباتهم. وقدم سيمن باقة من الزهور إلى إحدى المحاربات القدامى على جبهات الحرب الوطنية العظمى إيرينا أوفاروفا التي حضرت الاحتفالية، وشاركت في الاحتفالية فرقة أنوشكا التابعة لمسرح المواطنين الروس بإدارة الفنانة إيرينا المقداد، وإلى جانب فرقة فاسيليوك بإدارة المدربة فيرا الجوردي وفرقة أنجل بإدارة المدربة يوليا عرمان. وقد تألقت الفرق المسرحية والراقصة على أداء مسرحية قصيرة بعنوان فاسيلي تيركين مبنية على نص الأديب السوفيتي تفاردوفسكي، كما تضمنت الاحتفالية قراءات شعرية تمجد شهداء الحرب وتضحيات المواطنين السوفيات خلال سنوات الدفاع عن ترابهم. وأدى كورال لوبافا بإدارة الفنانة جالينا مرعي أغنيات سنوات الحرب الوطنية العظمى، واختتمت الحفل جوقة كاريل التابعة للجمعية الجمعية الثقافية للشباب الناطقين بالروسية بأغنيات يوم النصر. Через реки, горы и долины, сквозь туман, пургу и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорожкам фронтовым. Эх, будь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, а был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, будь дорожка фронтовая, а не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
отдельным штатским лицам. Эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезженных дорог. Эх, будь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. أصدقائي، نظمت جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي في مركزها في بيروت ندوة سياسية بعنوان علاقة الصهيونية بالنازية تاريخا وحاضرا. شارك فيها الباحث الأستاذ رشيد جلاد وأستاذ القانون الدولي الدكتور حسن جوني. الزميلة كارولين بزي شاركت في الندوة وعادت بالتقرير التالي، نترككم معها. نظمت جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا الاتحادية ندوة سياسية بعنوان علاقة الصهيونية بالنازية تاريخا وحاضرا، وذلك في مركز الجمعية بمناسبة الذكرى 69 للانتصار على النازية. شارك في الندوة الباحث الأستاذ رشيد جلاد وأستاذ القانون الدولي الدكتور حسن جوني. وأشار جلاد في مداخلته إلى أن أمريكا هي التي مولت صعود هتلر إلى الحكم في ألمانيا، الأمر الموثق بوثائق اكتشفت مؤخراً. واعتبر جلاد أن الحركتين الصهيونية والنازية وجهان لعملة واحدة. حقيقة الأمر أن هذا المشروع هو ناجم عن تفاهم بين النازية والصهيونية المستحكمة في العقل الأمريكي أساساً، لسبب بسيط أن النازية والصهيونية هم وجهان لعملة واحدة. مثلا لدينا أولا أن الصهيونية مبنية على أساس العرق اليهودي، شعب الله المختار، وباقي الناس هم أشباه البشر. وكذلك النازية اعتبرت أن العرق الآري هو أرقى من باقي البشر، ومن حقه أن يسيطر على البشرية جمعاء. ثانيا، العقيدتان اعتمدتا البرنامج الحربي بهدف التوسع. ثالثا، اعتمدت العقيدتان سياسة التطهير العرقي. والذي يحدث بفلسطين الآن وفي الشرق الأوسط ككل هو محاولة تطبيق هذه المبادئ الثلاثة من أجل ما أسميه مشروع إسرائيل الكبرى. أصلا هذا المبدأ إسرائيل الكبرى الذين يهدفون إلى تأسيسه هو شبيه تماما بمشروع تأسيس الولايات المتحدة على أنقاض الشعوب الأصلية لمنطقة أمريكا الشمالية. هذه الخطط الصهيونية هي المبنية على المبادئ الثلاثة، هي تدل على أي فكر صهيوني موجود في العالم: التطهير العرقي وإلغاء الآخرين والهيمنة على الموارد العالمية من جميع أشكالها. ولفت جلاد إلى أن هتلر اتفق مع المنظمة الصهيونية في ألمانيا من أجل تهجير يهود ألمانيا للاستيطان في فلسطين. من ناحيته استهل الدكتور حسن جوني مداخلته بتوجيه تحية لكل الشهداء الذين سقطوا في مواجهة النازية والفاشية، وشدد جوني على وجوب عدم نسيان الحرب العالمية الثانية، وسأل عن طبيعة العلاقة بين الصهيونية والفاشية، وهل انتهت هذه العلاقة بينهما أم لا زالت مستمرة؟ السؤال المطروح: لماذا هذه العلاقة؟ ما هي طبيعة هذه العلاقة؟ لماذا حصلت هذه العلاقة؟ لماذا ارتبطت أو ساعدت الحركة الصهيونية الحركة الفاشية والنازية؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني: اليوم هل هذه العلاقة ما زالت مستمرة أم أن انتهت؟ في أسباب أنا برأيي على الأقل سياسية، اقتصادية، ايديولوجية واجتماعية. رح أبلش بس بالاقتصادية بداية. العلاقة بين الصهيونية وبين الحركة الفاشية لها أسباب اقتصادية بحتة. السبب الأول هي الأزمة الاقتصادية العالمية. بداية بوادر الأزمة الاقتصادية قبل 29 بشوي، عام 29، كان النظام الرأسمالي العالمي بحاجة إلى حرب، وإذا بده يعمل حرب لا يمكن أنه يعمل هذه الحرب بدون ما يكون في أيديولوجية لهذه الحرب، تستوعب هذه الحرب، تحضر لهذه الحرب. لا يمكن أن تحصل الحرب
بناس بتحب السلام. الحرب كانت ضرورة اقتصادية للنظام الرأسمالي العالمي. هذه الحرب بدأ فكر عنصري نازي يحضر لها. الصهيونية بتقولي شو لها علاقة بدها تعمل فلسطين؟ لا، ليس فقط قضية فلسطين، إنما الحركة الصهيونية كحركة عنصرية تدافع في الأساس كما قال هرزل ذاته عن النظام العالمي وعن الشركات الكبرى. هي حركة تدافع عن الرأسمال العالمي، لا يمكن فصل الصهيونية عن النظام الرأسمالي العالمي، وبالتالي وخاصة فتنة بالرأس المال المالي، يعني البنوك. مين مسيطر على البنوك بالعالم؟ مين مسيطر على حركة المصارف بالعالم؟ يهود وغير يهود، بس المهم أن الحركة الصهيونية هي مسيطرة. وبالتالي النظام الرأسمالي كل ما يمر بأزمة اقتصادية العامة، مش عم نقول الأزمات الصغيرة، يلجأ إلى الفاشية، هي حل الأساسي له. بيستفيد منها بجوانب الاجتماعية. كيف؟ اليوم عندما في عطني على العمل، ما في سكن، وكل غارق بديون، والمنتجات ترمى في البحر، وبأوروبا وغرب أوروبا عندي صور اليوم نفس الشيء، الناس توقع بالصف بيسموه هذا ياخدوا السوق، وعم بيشوف غنى فاحش وهو فقرة، بدك تعمل له عدو وهمي، فكان العدو الوهمي اليهودي، وبالتالي بيستفيدوا منه اجتماعيا. اليوم نفس الشيء، الإسلاموفوبيا عدو وهمي بأوروبا وبأمريكا. هذا بدل ما ينزل يطالب بحقوقه وبتوزيع الثروة اللي عم بيشوفها، بس توصل لأزمة كبيرة كتير، هذا بده ينزل يصار عنده مشكلة مع جاره اللبس حجاب، أو جارته اللي عم تصلي، أو بالجامع بالمنطقة. إسلاموفوبيا صناعة فاشية جديدة تشبه تماما من صنع هتلر. هذا وحصل نقاش حاد خلال الندوة حول اعتراف الاتحاد السوفيتي السابق بقيام إسرائيل، وفي الختام أقيم حفل كوكتيل للمناسبة. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские? Хотят ли русские? Хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские? Хотят ли русские? Хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны. أصدقائي، نشكر كل من انضم إلينا وتفاعل مع صفحة برنامجنا حديث روسيا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث يمكنكم الاستماع إلى الحلقات السابقة من البرنامج، كما يمكنكم الاستماع إلى تلك الحلقات على قناة جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي على موقع يوتيوب. رافقت أغنيتان خالدتان من أغاني الحرب الوطنية العظمى على مدى 3 سنوات الإعلان عن برنامج حديث روسيا عبر إذاعة صوت الشعب. استمعنا إلى أحداها قبل قليل، وهي بعنوان هل يريد الروس الحرب؟ وقد كتب كلمات الأغنية الشاعر يفغيني يفتوتشينكو ولحنها كولمانوفسكي، ومن كلماتها هل يريد الروس الحرب؟
اسألوا عن ذلك في الصمت في الأراضي الفسيحة والحقول وبين البريوزة والحور. اسألوا أولئك الجنود المستلقين تحت الأشجار هل يريد الروس الحرب؟ ليس من أجل بلادهم فحسب مات جنودنا في تلك الحرب، من أجل أن ينام أهل الأرض بسلام. اسألوا مقاتلي الجبهات الذين عانقوا جبال الألب هل يريد الروس الحرب؟ نحن أوفياء، نحن نعرف حجم القتال والتضحيات، لكن لا نريد أن نرى ذلك مرة أخرى. سقط الجنود في المعركة على الأرض الحزينة، عليكم أن تسألوا أمهاتنا، أن تسألوا زوجتي، ثم ستدركون إن كان الروس يريدون الحرب. أما الأغنية الثانية وهي التي سنستمع إليها بعد قليل فهي بعنوان وداع السلافية، والأغنية من كلمات الشاعر فلاديمير لازاريف ولحنها الموسيقار فاليري أغابكين، ومن كلماتها: أسفت لحظة الوداع تبدين مضطربة في عيني، ألتقط أنفاسك الحبيبة وفي البعيد رعد القذائف، يهز الهواء ضبابا أزرق والقلق يهز أصلابنا، وتدعونا بلادنا إلى المجد وتهب الريح مع مسير الأفواج المقاتلة، الوداع يا أرض الآباء تذكرينا. تطير السنوات بعد السنوات وتختفي القطارات السريعة وفيها الجنود، وفي السماء المظلمة تضيء نجمة القتال. الوداع أيتها النظرة الحبيبة، سامحينا سامحينا، لن نعود إليك جميعنا. Наступает минута прощания. Ты глядишь мне тревожно в глаза, и ловлю я родное дыхание, а вдали уже дышит гроза. Дрогнул воздух туманный и синий, и тревога коснулась висков, и зовет нас на подвиг Россия, веет ветром от шага полков. Прощай, отче край, ты нас вспоминай. Прощай, милый взгляд, прости, прощай, прости, прощай. Прощай, отче край, ты нас вспоминай. Прощай, милый взгляд, не все из нас придут назад. Летят, летят года, уходят во мглу поезда, а в них солдаты, и в небе темном горит солдатская звезда. А в них солдаты, и в небе темном горит солдатская звезда. Лес да степь, да в степи по устам, свет вечерний и новой зари. Не забудь же прощанье славянки, сокровенно в душе повтори. Прощай, отче край, ты нас вспоминай. Прощай, милый взгляд, прости, прощай, прости, прощай. Прощай, отче край, ты нас вспоминай. Прощай, милый взгляд, не все из нас придут назад. Ты нас
космос придут назад. قدمت لكم هذه الحلقة زينب فقيه من إعداد عماد الدين رائف. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.